بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يشرع للإمام في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأمرنا بالتمسك بالإسلام والوفاة عليه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد: لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فاللهم ارزقنا التمسك بسنته والسير على هديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن أحكام صلاة الجماعة، ونخص حلقتنا هذه ببيان ما يشرع للإمام فعله وما يشرع له تجنبه. فالإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن وله من الخير والفضيلة ما خصه الله تعالى به. وفضل الإمامة مشهور، فقد تولاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتولاها خلفاؤه من بعده، وهم لا يختارون إلا الأفضل. وفي الحديث: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أما قوما وهم به راضون. الحديث. وفي الحديث الآخر: أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم. ويشهد لذلك أيضا قوله: واجعلنا للمتقين إماما. وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم. ويراعي حالة المأمومين، ويقدر ظروفهم، ويتجنب إحراجهم، ويرغبهم ولا ينفرهم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. ويقول أحد الصحابة: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب والاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس به، فيطول الإمام حسب رغبتهم لاندفاع المفسدة وهي التنفير. قال الإمام ابن دقيق العيد: قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك.
لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. وقال النبي وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح انتهى. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى، لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة، إعانة له على ذلك لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شق عليه تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بوصاياه وأوامره، ففيها الخير والصلاح للجميع. هذا، ونسأل الله التوفيق. وبعض المأمومين قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها، ويتغيب كثيرا عن المسجد، أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأمومين ويسبب الشقاق ويشوش على المصلين، ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين. فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، حتى لا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد، أو ينجم عن ذلك انسحاب المصلين من المسجد إلى مسجد آخر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لمواصلة الحديث بما تيسر بيانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.